شرط صغير زاد من الكراسي. لما هنيجي في الاول نتكلم على الروماتويد اقعد بس كده ايه اشوف المفاجئين ايه فيه. هو لو انا جاي لواحد بيشتكي من وجع في ايديه او وجع في ركبته احنا بنقول له ده ممكن يكون روماتيك او روماتويد. كلمه اويد دي اللي في الاخر دي اللي تشبهنا بحاجه اللي هو بيقول لك عليها الشبيه. بالظبط الشبيه. احنا لما درسنا روماتيك فيفر قلت لك ان المفاصل بتاعتها مين بيج جوينت اللي هو ني والبو حاجات كبيره وقلنا بتبقى بولي ارتكلر ومايجريتنج وبتستفيد بسرعه لمين؟ لاسبرين وزين دايز. انما دي روماتويد شبيه الروماتيك بس بيبقى غالبا سمول ايه؟ جوينت. خد بالك هو مش شرط سمول بس هو سمول جوينت الدوميننس. يعني ايه دوميننس؟ يعني انا ببقى عامل افكشن للارج جوينت بس اكتر العيان المانيفستيشن بتبقى السمول جوينت. ودي كاركترستيك في الهاند اللي هو الانترفلنجيا. ايه سبب المرض ده تفتكر؟ في اخر حاجه لا اسمه جوفنايل ايديوباثيك ارثرايتس. انت بس عشان الاسم لسه هدخل في الدخله دي دلوقتي ما تقلقش مش ما ينفعش يشيلوه ده هم هيحطوا بزياده يعني دول ما بيرحموش. شالوا ده حاطينه في الفراغ. ايه لا والله ما بيشيلوش حاجه خالص ما اعرفش مع ان الكليه ضغط خالص. ده المفروض ان السنين اللي جايه الاطفال بقت حته قد كده والبايو ثلاث اسابيع بس في السنتين كلهم يعني العمر كله راح هباء والله العظيم. الناس بتدخل دلوقتي خمس سنين وبقى خلاص دكتور تطلع يقعد بقى في الشارع يشتغل برايفت وبتاع. فقال لك الحق بسرعه انا ما حد استعجلت الكتاب نازل ضخم ليه اصلا واحنا المفروض هنبقى حبه قد كده. فما بتفهمش دي ايه؟ مش عايزين نتكلم عشان ما تتضايقوش بس هو خلاص ربنا رزق الناس اللي جايه بقى. بس نخدم الروماتويد المفروض ليه اسم جوفنايل روماتويد ارثرايتس او الاسم الصح بتاعه جوفنايل ايديوباثيك ارثرايتس. هو المرض ده مختلف عليه شويه في النظريات بتاعته. يعني في ناس بتقول ان هو جزء منه اوتو اميون. ليه اوتو اميون؟ لان في اميون كومبلكس يعني في اميون جلوبينز بلس انتيجين اللي هو بنسميها اميون كومبلكس رياكشن. وفي ناس بتقول ان هو جينيتك وفي ناس بتقول ان ليه انفايرومنتال فاكتور. نحط كده شويه كلام عشان نفهم بس الاول احنا بنتعامل مع ايه. هو اوتو اميون او جينيتك او انفايرومنتال. جينيتك ليه؟ لان ليه علاقه بحاجه اسمها هاله. هاله طبعا اللي هو هيومن ايه؟ ليوكوسايت انتيجين. خلاص هيومن ليوكوسايت انتيجين هالة دي ار اللي هو 4 و8. ده المفروض جينيتك بيز يعني في حد لازم يكون عنده استعداد وراثي ان يجيبه وده طبعا بيبقى موجود في العيله اللي ليه هيستوري قبل كده. انفيرومنتال ده اللي هو فايرال انفكشن. بيجي اي فايرال انفكشن زي السايتوميجالو اللي مش طالب فايروس وبيبدا العيان يمانفست مع كده وجود ده زائد ده. الجينيتك مع الانفيرومنتال فاكتور. يشترط فيه الايدج. دي كلها كراتيريا احنا بنجمع كراتيريا يكون اقل من 16 سنه. انا عشان اقول عليه جوفنايل. جوفنايل ده اللي هو بتاع الاطفال يا جماعه. جوفنايل اللي هو بتاع الاطفال اقل من 16 سنه ويكون بيرسيستنت اكتر من 6 ويكس. يعني لازم الالتهاب بتاع المفصل ده يبرزست اكتر من 6 اسابيع بيرسيست ويكون مور ذان اكتر من 1 جوينت. ويعمل ايه بقى في المفصل؟ بعد الكراتيريا دي كلها يعمل جوينت بين بلس تندرنس هوتنس وليميتيشن اوف موفمنت. ودي اهم كلمه في البتاع كلها ليميتيشن اوف موفمنت. لو انت عندك الكراتيريا دي يبقى انت كده بتتكلم وده اللي بيساله لكم في الاورال. يعني هو في الاول بيقعد معاكم في الاورال يقول لك تعرف ايه هو الارثرايتس السيميلر او شبيه بالروماتيك؟ اه يا فندم اعرف اسمه روماتويد. طب المرض ده على بعضه اسمه ايه؟ الاسم القديم بتاعه اسمه جوفنايل روماتويد ارثرايتس. الاسم الجديد بتاعه جوفنايل ايديوباثيك ارثرايتس اللي هو اسمه جي اي اي. جي اي اي اللي هو المفروض جوفنايل ايديوباثيك ارثرايتس ده مرض جزء منه اوتو اميون في انتيجين وانتي بودي كومبلكس رياكشن بتهاجم حته معينه في الجسم هي ارتكيولر وما تتخدعش. هو مش مرض مفاصل بس واكسترا ارتكيولر. يعني انا عندي المرض ده فيه مفاصل وفيه اورجانز. هنشوف دلوقتي الكرايتيريا بتاعته ايه.
كل ده بالتحديد حاجه اسمها في الجسم كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو ده اللي هو المفروض موجود في المفاصل وموجود في الجلد وموجود في كذا حاجه. فانا هاجم الاثنين دول باي انتيجين انتي بودي كومبلكس. طبعا المرض ليه سن لازم يكون اقل من 16، بعد 16 ما اسموش جوفنايل، ده اللي هو بتاع الكبار زي السكر كده اللي هو الجوفنايل اونست دايابيتس، ده برضه الجوفنايل اونست ايديوباثيك ارثرايتس. بيبرزست اكتر من 6 اسابيع ان العيل اللي بيجي يشتكي كده يقول لك المفصل بتاعي وجعني لازم يعدي عليه شهر ونص كونتينوس كرونيك، لان لو اكيوت ما بنفكرش في ده. مهم انه ياخد اكتر من وان جوينت ويعمل جوينت انفلاميشن، يعني لازم الجوينت يبقى انفلام مش وجع بس. انتوا عارفين لو بين بس كنا قلنا عليه ايه؟ ارثرالجيا، اللي هو ممكن يجي لنا احنا كلنا في اي وقت بوست انفكشن مثلا. يعني اي حد فينا بيجي له شويه برد او اي حاجه ممكن نفصله وتعبه شويه وبيروح، بس ما بيورمش وما بيعملش حاجه خالص. نحط تايبس، ليه ثلاثه تايبس. المرض ده التايب الاولاني اسمه بولي ارتيكولار. ده النوع الاول. النوع الثاني اسمه اوليجو ارتيكولار. كلمة اوليجو لها اسم تاني اسمها بوسي، بوسي ارتيكولار. كلمة بوسي او اوليجو يعني قليل، حاجة قليلة. والتالتة بتاعتهم اسمها سيستيميك اونس. ايه قصة دول؟ الكلينيكال كريتيريا بتاعتهم، أول حاجة البولي ارتيكولار ده لازم يكون عامل افكشن لفايف أو مور جوينتس. كلمة بوني يعني خمس مفاصل وانت طالع. كلمة اوليجو يعني فور جوينت او لس. خلاص؟ فور جوينت او لس. يبقى انا عندي خمس مفاصل وانت طالع او اربعة وانت نازل، عشان ده بيجي في الام اس كيو، كلمة بوني وكلمة اوليجو. سيستميك اونست نو جوينت. مفيش جوينت افكشن. ولما بتحصل بتبقى ليت، متاخره لو حصل، ومينيمال لازم تكون حاجات بسيطه قوي قوي قوي، اللي هو وجع بسيط جدا جدا. نيجي بقى على الوصف نفسه. في البولي ارتيكولار اللي هو خمس مفاصل ده بتبقى مفاصل سمول صغيره او لارج، بياخد الاثنين ده وده. مثال اشهر مفاصل بتتضرب اللي هي التمبورو مانديبولار، ده بتاع الاكل المضغ، وده على فكره ممكن حد والدك او قريبك او حاجه يقول لك ده وانا باكل دلوقتي بيوجعني قوي الحته دي، فانت ما تاخدش بالك عادي. وبعدين يقول لك ده الرقبه برضه بتوجعني، هو ماله الراجل ده بقى ده يتسلى عليا كده ليه؟ هو ده روماتويد مانيفستيشن، بيجي في الصغيرين وبيجي في الكبار، ممكن عادي في اي وقت. وبالذات المفصل ده، المفصل ده خليك تشك فيه على طول، اللي هو بتاع المضغ ده تمبورو مانديبولار جوينت، وراه على طول سيرفايكال سباين اللي هي الرقبه. يقول لك مع حركه الرقبه بتوجعني، او مع شويه احس رقبتي بتوجعني، وده ممكن وبالذات البنات تقلق لو بدا يحصل الكلام ده، يبقى ده غالبا ممكن يكون النوع ده سيرفايكال سباين. واللمب جوينت طبعا، اللمب جوينت يهمك قوي قوي الانترفالنجيال. الانترفالنجيال ده الصوابع، وهو مشهور قوي قوي انه بيجي في الصوابع وبيعمل ديفورمتي. فهم دول زي ما احنا شايفين كده اكتر جوينت بتبقى افكتد على الاطلاق، اللي هي التمبرو مانديبولار، السيرفايكال، الانترفالنجيال، ودول سمول ولارج. اهم حاجه برضو في الوصف بتاعه ان هو يبقى سيمتريكال. وخدوا بالكم عشان المقارنات دي وعشان الام اس كيو. سيمتريكال يعني ايه؟ يعني واخد الايد دي والايد اللي قصادها. يبقى انا عندي سيمتريكال افكشن اوف سمول او لارج، فايف او مور، واخد كذا نوع من المفصل زي ما انت شايف كده، اللي هو واخد الرقبه والفك وطبعا الايدين. ده البولي ارتيكولار تايب. النوع الثاني، وده النوع الثاني ده اللي هو الاوليجو ارتيكولار ده، قلنا عدد المفاصل فيه تبقى اقل شويه، اللي هم اربعه او اربعه وانت نازل يعني اقل، بيبقى غالبا لارج جوينتس. لارج جوينتس. نحط مثال، هنحط الني وهنحط الانكل، يعني شبه الروماتيك شويه، وياخد معاهم الهيب. ني وانكل بلس اور ماينس الهيب. بيعمل حاجه اسمها ليمبنج، ليمبنج اللي هو الطفل يعرج على رجله كده، يبدا يمشي مشيه مختلفه. فهو ده مينلي لارج، لارج مينلي. بيبقى اسيمتريكال. وعلى فكره ده الموست كومن تايب اوف روماتويد.
ده لوحده اكتر من 50% لوحده النوع ده اكتر من 50% وبيبقى تو تايبس اللي هو الاوليجو ده تايب 1 وتايب 2. تايب 1 ده بيجي في الجيرلز في البنات يونج جيرلز. تايب 2 بيجي في البويز. تايب 1 معاه هاي ريسك تايب 1 اوليجو معاه هاي ريسك زياده في الريسك بتاع العين وده بيسالوكم عليه كتير جدا بيعمل يوفيايتس او ايريدو سايكلايتس. يوفيايتس او ايريدو سايكلايتس. البوزيتيف تيست بتاعه هو الانتي نيوكليير انتي بودي. انتي نيوكليير انتي بودي ده البوزيتيف. انما النوع بتاع البويز ده بيبقى معاه زياده في الريسك اوف حاجه اسمها انكيلوزنج سبونديلايتس الضهر. انكيلوزنج سبونديلايتس دي الباك انفلاميشن معروف اللي هو تعب الفقرات بيخلي الفقرات تخشب كده والعيال ما يعرفش يغطي لقدام. ولما بتيجي تعمل له اكس راي بتلاقي ما عادش عنده لامبر لوردوز. اللامبر لوردوز اللي هو ايه؟ اللي هو الكيرف اللي في الظهر الطبيعي اللي بيخلينا نعمل بالانس. لا ده بيبقى مخشب وستريت وبيسموه اسم كده في الاشعه اسمه بامبوس باين. بامبوس باين اللي هو عامل زي غابه البامبو اللي هو موجوده في جنينه الهرمون بتاع وانت معدي كده تلاقي غاب كبير كده وضخم ومعمول كده بخطوط شكله جميل جدا. ده بيزيد الريسك اوف انكلوزنج سبونديلايتس. وده معاه اللي هو بتاع البويز ده قلنا بوزيتيف انتي نيوكليير انتي بودي ده التست اللي بيشخصه. التاني بيبقى معاه حاجه اسمها بي 27 هيومن لوكوسايت انتيجين. البي 27 ده اللي هو لينكد للسورايسس بيعمل امراض كتيره قوي اللي هو انتيجين بريزنتنج سيل. انتيجين بريزنتنج سيل بي 27 ده اللي هو بيعمل في البنات مرض اسمه صدفيه اسمه عنه اللي هو السورايسس وبيعمل الانفلاماتوري باول ديزيز اللي هو الالسيرتيف كولايتس والكرونز ديزيز وبيعمل امراض الروماتويد. يبقى انا لما اتكلم عن الاوليجو هتكلم عن عدد مفاصل صغير وخدوا بالكم الاسم الثاني بتاعه عشان ساعات ما بينزلش اوليجو بينزلوه في الام اس كيو بوسي ارتيكولار. كلمه اوليجو او بوسي ارتيكولار اللي هو مفاصل عددها قليل. قليل كام يعني؟ اربعه تعتبر زيه وثلاثه واثنين وواحد انما خمسه واحنا طالعين ده البولي. ده مفاصل لارج مينلي ده سمول ولارج. وتروح قايل الانيوميريشن ده سيمتريكال الثاني ايه سيمتريكال نسبته كبيره جدا 50% مي بي تايب 1 او تايب 2. تايب 1 بنات تايب 2 ولاد. تايب 1 معاه زياده في الريسك اوف الاي افكشن. عشان كده لو انا سالتك ايه اللي انت حابب تعمله للبنت دي لو جيت لك العياده اقول له هعمل لها طبعا طبعا سليت لامب اكزامينشن. هو عاوز يسمع الكلمه دي سليت لامب اللي هو الجهاز بتاع فحص قاع العين. ليه؟ عشان عندها يوفيايتس وايريدو سايكلايتس وده بيعمل بلايندنس. انما الاطفال الصغيره دي اللي هي الولاد البويز تايب 2 بيبقى جاي بوجع في الظهر مين دي. ملاحظين هنا طبعا معاهم شويه مانيفستيشن كده يعني ده مثلا يقول لك معاه شويه مينيمال سيستميك مانيفستيشن. احنا هنا في النوعين دول على فكره الكلمه دي لازم تبقى واضحه جدا بالنسبه لكم مينيمال سيستميك مانيفستيشن. يعني ايه دي مينيمال سيستميك مانيفستيشن؟ يعني فيفر لو جريد دي واحده فيفر لو جريد فيفر لو جريد دي واحده هاي اي اس ار وسي ار بي بس بيبقى مايلد اليفيشن مايلد اليفيشن. الدرس ده يتجمع حلو لانه بينزل كتير في الام اس كيو بتحط في الزحمه كده مليان حتت اخد بالك منه. هنا السيستميك فيتشر في النوعين الاولانيين مينيمال لان في نوع كده لوحده خالص في الروماتويد اللي هو الجوفينايل ايديوباثيك ارثرايتس ده اسمه سيستميك كونسبت. انت واخد بالك ان الاسم اصلا ايه؟ سيستميك. احنا بنقول هنا مينيمال مين؟ سيستميك. التاني بقى كله سيستميك مانيفستيشن. احنا هنا مركزين اكتر على ايه؟ على الجوينت. هناك مفيش جوينت اصلا. احنا قلنا ان الجوينت افكشن بيبقى مينيمال او ليت. يعني انا هيجي لي واحد ما بيشتكيش من المفاصل وعنده مرض اسمه جوفينايل ايديوباثيك ارثرايتس بس نوع اسمها ايه النوع بتاعه؟ سيستميك اونست. ايه بقى ده قصته هنحكيها لك. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه بولي ارتيكولار ويعني ايه اوليجو ارتيكولار واتكلمنا بسرعه كده.
سبب الروماتويد ايه؟ ان هو مرض يا اما اوتو اميون في انتيجين انتي بودي رياكشن، يا اما ليه جينيتك بيز اللي هو الهاله دي ار 4 و8 ده، وده عباره عن هيومن ليكوسايت انتيجين ليه علاقه جدا بالجينيتك بيزز بتاعتنا. في انفايرومنتال فاكتورز زي الابشتاين بار فيروس بيتريجر الموضوع ده، بلس الايدج لازم الطفل يبقى سنه عشان يحقق الكرايتيريا يبقى اقل من 16 سنه، والمفاصل بتاعته تبقى افكتد فور مور ذان 6 ويكس ديوريشن. يعني جالكش يقول لك ده يومين ثلاثه ايدي وجعتني وخف، ده مش روماتويد. الروماتويد لازم يقول لك ده انا بقالي شهر ونص في القصه دي، ويبقى اكتر من مفصل، ولازم المفصل ما يبقاش بيوجع بس، لا بيوجع وتندر وهوت وليميتد موبيليتي. واهم كلمه هي الليميتيشن اوف موفمنت. المرض ده لما بيهاجم ارتكولار واكسترا ارتكولار، يعني مفاصل وبره المفاصل، مينلي كونكتيف تيشو ديزيز. نحاول بقى نشوف كده التايبس، هتقول له في بولي ارتكولار، في اوليجو ارتكولار، في سيستميك اونسر. بالنسبه للبولي عدد المفاصل 5، الكتير بياخد مفاصل كتير، بياخد سمول ومين ولارش. اضرب مثال لو سالك قول له التيمبرو مانديبولار السيرفايكال الليمب جوينت اللي هو الانترفالنجي سيمتريكال افكشن، يعني الايد دي زي الايد دي والرجل دي زي الرجل دي، وليه مينيمال مانيفستيشن. لو دخلنا في الاوليجو تايب اللي هو اربع مفاصل وانت نازل، بتبقى مينلي لارج، بيبقى نيو انكل مع طبعا مينيمال مانيفستيشن قليله جدا اللي هي سيستميك ومش سيماتيك. ده ايه سيماتيك؟ يعني يجي في ايده ويسيب الثانيه، يجي في رجله ويسيب الثانيه، وهو الموست كومن تايب. معاه نوعين جواه اللي هو تايب 1 اوليجو وتايب 2 اوليجو، ليه علاقه بالسكس. النوع الاول بيجي في البنات وده بتاع العينين، فانت بتبقى عارف بنت وعينين، الولد والضهر، خلاص بتربطهم مع بعض كده. ده معاه بوزيتيف انتي نيوكليير انتي بودي، وده كاركترستيك جدا للمرض ده. فاضل كده النوع الوحيد الاخير. شكرا. انت عملت ايه في البتاع دي؟ حلو جدا والله. اه والله رهيبه بجد. شوف احنا كمان هيبقى فيك جديدات الايام. لا والله بص البتاع ده، انا امبارح عرفت اشغل البروجيكتور خالص بسبب اللون، ما همش شايفين. طب الحمد لله. بص بقى على النوع ده، النوع ده بيجي لنا كتير قوي في الاستاف راوند. النوع ده بيجي لنا في الاستاف راوند كتير جدا، حالات غريبه شويه. بص بقى طفل جاي لك بحاجه بعيده عن اللي في دماغك خالص. ده باين اولا زي ما اتكلمنا كده مفيش جوينت مانيفستيشن، ما تحطش في دماغك ان الولد هيجي عنده مفاصل تعبانه، لا ده بيجي في ايه؟ بيجي في فيفر. حطهم الاول عناوين عشان دماغكم تجمع. راش، انيميا، اورجانز، والاورجانز ده ليفر وسبلين، لينف نودز وهارت. وبص الانفلاماتوري فيز بتاعه رهيب جدا جدا، ليوكوسايتوزيس زياده رهيبه جدا في الوايت بلاد سيلز، في الاي اس ار، في السي ار دي، بص بقى قصه المرض ده، ده اسمه سيستميك اونسيت. انا مش هاجي لك بمفاصل، انا هاجي لك بحراره بس بتدي كاركتر بيقربني شويه من التشخيص. بص الكاركتر بتاعها بتبقى سبايكي فيفر، يعني تمشي بيز لاين وتروح ضربه سبايك ونازله. سبايكي فيفر بالمنظر ده. يعني الفيفر بتاعتهم سبايكي، سبايكي يعني ايه؟ يعني بتعلى جدا جدا 39 40 وتروح نازله بيز لاين. وامتى اكتر معاد؟ بالليل. خلاص؟ بالليل في اخر اليوم، مش مورنينج، هي ايفنينج. خلاص ليت اللي هو في وقت متاخر من اليوم، دي لوحدها بتقلقنا، لان الباترن بتاع الحراره في الاطفال يعني مثلا التي بي يمشي ايه الاول؟ لو جريد لو جريد لو جريد طول اليوم، ويجي بالليل يروح عامل هاي فيفر كتير جدا ويعمل ايه؟ سويتنج. ده مميز جدا بيه، دي اسمها سبايكي فيفر اللي هي ريميتنت، اللي هي بتطلع وتنزل بيز لاين، ولازم تنزل بيز لاين. معاه راش برضه كاركترستيك جدا، لونه اسمه سالمون بنك، سلمون بنكراش على الترنك.
مكانه على الترنك. وده واحد على فكره من الديفرنشال دياجنوزز اوف ماكيلوبابيلار راش. لو انتوا فاكرين السؤال لما جينا في الانفكشن وحطينا ديفرنشال دياجنوزز اوف ماكيلوبابيلار راش كان ايه وايه؟ كان انفكشن وروماتيك وايه وسكين والرجيك. والروماتيك كان مين ومين ومين؟ سيستميك لوبس وايه وروماتويد. كان الروماتويد ايه الراش بتاعه؟ هو ده واحد من الماكيلوبابيلار راش. عشان كده لما بتساله هو الروماتويد الديفرنشال دياجنوز بتاعه في الراش من مين؟ من بقيه الماكيلوبابيلار راش، الميزز والجيرمان والروسيولا والسكارلت والكلام ده. الفيفر هنا مالها؟ سبايكي ريميتنت فيفر. هناك كانت الفيفر كونتينوس بيرزيستنت مثلا في الميزز، وبيحصل لها لما يطلع راش ايه؟ اليفيشن، لان الروسيولا كانت بتعمل ايه؟ سادن دروب. لازم تقلبه شويه الفتره الجايه، حاولوا كل شويه تبصوا على الحاجات اللي عندنا. انيميا، معاه انيميا كاركترستيك جدا ومعاه اورجانو ميجالي. بص الولد جاي لك ليفر وسبلين وليمف نود وكاردياك افكشن، واكتر حاجه بيعملها في الهارت البريكارديال افيوجن. يعني هو ممكن يعمل كل حاجه في الهارت بانكاردايتس، بس مينلي بريكارديال افيوجن. وعندهم انفلاماتوري ريسبونس قوي جدا جدا. بص السيستميك فيتشر هنا كانت ايه؟ كان مينيمال لو جريد، هنا الفيفر هاي جريد. الاي اس ار هنا كانت مايلد اليفيشن، هي والسي ار بي هناك ماركت اليفيشن. عندهم ماركت ليوكوسايتوزز وهاي اي اس ار وهاي سي ار بي. فين المفاصل في القصه دي؟ المفاصل موجوده بس مينيمال، ووجودها مش في الاول، ده فين؟ في اخر المرض خالص. يعني العيل جاي بالمقلوب، جاي الاول بمانيفستيشن سيستميك وبعدين المفاصل. انما الثاني بص اول ما دخل ايدي بتوجعني، بقي، رقبتي، وبعدين يبدا يحصل شويه فيفر لو جريد وحبه اي اس ار عليه. دول الثلاثه تايبس اللي انت تبقى عارفهم بتوع الروماتويد. طبعا المرض ده المفروض ان هو بيبوظ المفاصل، دي معلومه لازم تبقى عارفها. بيعمل جوينت ديفورميتي، بيعمل في الايد ايه؟ حد فيكم شاف ايه قبل كده؟ بيعمل لوحه في الايد كده اسمها انر ديفيجن، والصباع ده بيتني كده وبعدين يتاخد لجوه كده، بس صعبه شويه ان انا اعرف اعملها. اسمها زد ديفورميتي او زي ايه ثم. وبيعمل سوان نيك ديفورميتي في الصوابع، بيبقى الصباع مشدود كده واخره مبني كده. وصباع الرجل طبعا بيحصل له اكستنشن لبره، هو بيبوظ المفاصل تماما، بيعمل دامج وديفورميتي، لان الروماتيك كانت بتعمل ايه؟ نو دامج نو ديفورميتي، كانت بتمشي بالسلامه، بتعدي على خير، انما ده ما بيعديش على خير. طيب لو انا سالتك عاوزين نعالجه تريتمنت، تقول لي الايم اوف تريتمنت ايه؟ والدراجز والاذرز. الايم بتاع علاج المرض ده ايه؟ الايم ان انا اول حاجه خالص اعملها اقلل الانفلاميشن بتاع الجوينتس وامبروف الفانكشن. العيان يعرف يشتغل، يعرف يتحرك، يعرف يمشي، يعرف يلعب، واقلل الريسك اوف ديفورميتي. ده هدف العلاج، لازم تدخل الدخله دي. هدف العلاج هو ان انا اقلل الجوينت انفلاميشن وامبروف الفانكشن واقلل الديفورميتي. انا مش عاوز العيل ده يجي له ديفورميتي ويعرف يتحرك ويكتب في المدرسه، لان طبعا ما بيقدرش يكتب بالقلم خالص، بيقول لك مش عارف امسكه لان هو مين؟ سمول. في جزء كبير. ايه الدراجز اللي بيدوها بقى للمرض ده؟ بيدوا نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، ودواء اسمه ميثو تريكسيت، وستيرويدز ونيو دراجز. هما دول الاربع حاجات اللي عليهم من غير ما نقعد ايه نجري ورا بعض كتير. نون ستيرويدال وستيرويدال، ميثوتريكسيت ونيو دراجز. هنشرح الاذرز اللي هو الفيزيوثيرابي، لازم يعمل علاج طبيعي. ريهابليتيشن، اعاده تاهيل للطفل تماما والوظيفه ايده مع الوضع الجديد. وسايكوثيرابي، لانه بيتدمر نفسيا، هو زي السكر بالظبط، بيعمل سايكولوجيكال ترافلز. تعالى بقى نشوف ايه الادويه دي. نان استرويد، اضرب لي مثال. ايه هم النان استرويد في الطب؟ على فكره العلاج ده هو سيميلر لعلاج السيستميك لوبس اللي جاي بعده، بس هنزود دواء تاني اسمه هيدروكسيكلوروكوين. فهو انا لو اتزنقت هم زي بعض، نان استرويدال وسترويدال وميثوتريكسيت وفيزيوس، كل هو بس بتحط مع السيستميك لوبس. لما يجي دلوقتي دواء اسمه هيدروكسيكلوروكوين، ده سمعنا عليه قبل كده فين؟ ده دواء ملاريا، حطوه في البارم. الهيدروكسيكلوروكوين لما لقوا بيدوا لعينين الملاريا اللي كان عندهم سكين مانيفستيشن وعندهم لوبس، لقوا ان الجلد بتاعهم خف، فراحوا عاملينه لعلاج اللوبس كسكن، وبيساعد في المفاصل. انما هو مينلي احسن دواء بيعالج السكين مانيفستيشن بتاعت السيستميك لوب، وهو اصلا دواء ايه؟ انتي ملاريا، اللي هو الهيدروكسيكلوروكوين ده.
بص كده معايا. هو البنسلين بتدي للروماتيك؟ اه البنسلين بتديه المرضى الروماتيك عشان ما يحصل لهمش اكتيفيتي، عشان ما يجي لهمش نشاط للمرض، لان البنسلين ده انتي ستاف، فالمفروض لو انا اديته ما بخليش البكتيريا تنشط في الجسم، وبالتالي الانتي بودي ما تهاجمش الجسم تاني. انما ده مش هينفع معاك الكلام ده، ده مرض مش معروف سببه، يقول لك جينيتك مره، انفيرومنتال مره، ايديوباثيك مره، حتى غيروا اسمه مؤخرا من ايه لايه؟ من جوفينايل روماتويد ارثرايتس، لان اغلب امراض الروماتويد محطوطه في البند ده دكاتره. جينيت اسمها مالتي فاكتوريال ديزيز او بولي جينيك ديزيز، اللي هي الامراض اللي مش معروف سببها بنقول عليها ايه؟ حاجات جماعيه بولي جينيك. انما الوقت بقى اسمه جوفينايل ايديوباثيك ارثرايتس، ايديوباثيك. عيش بقى حياتك بقى في التفسير. نون استرويدال زي مين؟ الاسبرين ده نون استرويدال، البروفين ده نون استرويدال، الكيتو بروفين ده نون استرويدال، هو والايبي بروفين اللي هم مين في السوق يعني عشان تبقوا قريبين مني؟ الاسبرين ده اللي هو الريفو اللي هو الساليسيليت اللي هو الاخضر ده، والبروفين ده اللي هو مين؟ البروفين اللي هو معمول عليه برتقانه ده وبتاع، ومين مين تاني؟ والكيتو كيتوفان اللي احنا بناخده صح كده؟ والانتي فلام والكاتا فلام، كل انواع الانتي انفلاماتوري اللي في السوق دي نون استرويدال. دي اكتر سايد افكت ليها ايه؟ الاستومك، بتعمل جي اي تي ريتيشن. ليه؟ عشان هي انتي بروستاجلاندين، فهي بتعمل الريتيشن وجاستريك استومك محترم جدا، السر بتعمل جاستريك السر او استومك السر. البديل بتاعه، ودي طبعا بتاخد سيفرال ويكس عشان العين يخف. تفكرت بحاجه؟ ان ده مش روماتيك، لان الروماتيك كان اول ما بديها بيحصل ايه؟ دراماتيك ريسبونس. دي بتاخد سيفرال ويكس وغالبا بتدخل معاها بمين؟ بستيرويد. هو هنا بقى السؤال، هيسالك ايه التايبس اوف ستيرويدز اللي تديها للعيان بتاع الروماتويد؟ اورال وانترا ارتكيولار وتوبيكال. لازم تكتب التلات حاجات دول. الاورال في مين؟ في الناس اللي عندهم مالتيبل جوينت افكشن، دواء اسمه بريدنيزون، ده سيستميك يعني علاج سيستميك بيغطي الجسم كله للي عندهم مالتيبل جوينت. طب افرض مريض جاي لك بسنجل جوينت افكشن او الدوميننس المفصل واحد، مش هنقعد نديله كورتيزون يعلله الضغط ويعلله السكر ويدمره، هديهوله فين بس؟ جوه المفصل. وده بيشتغلوا كتير على فكره في الناس الكبيره، واحد ظهره بيوجعه وركبته بتوجعه وبتاع، بيحنوه جوه المفصل خلاص، اللي هو انتر ارتكيولار ستيرويد قوي جدا وكل حاجه وليه افكت محترم. والتوبيكال اللي هو بتاع مين؟ لا توبيكال ستيرويد الراش ده انفلاماتوري راش، ده مش الرجيك راش، بتاع التايب 1 بتاع البنات اللي عندهم ايه في عينهم؟ هيريدو سايكلايتس او يوفيايتس، هيتحط لهم التوبيكال ستيرويد كاي اوينتمنت خلاص. فانت كده جاهز معايا، مفيش اي مشكله خالص كده. انا اتكلمت على الاسترويد والنون استيرويد. في دواء اسمه ميثوتريكسيت، ده اسمه ديزيز موديفاينج دراج، ديزيز موديفاينج دراج، ده بيأد افكت محترمه جدا مع الاستيرويد تو كنترول الجوينت مانيفستيشن. ميثوتريكسيت بيبوظ الكبد، بيعمل ليفر فايبروسس على اللونج ران، وده من الادويه الكتير الشهيره جدا اللي بيستخدموها مرضى الروماتويد. جرب كده اي حد روماتويد هتلاقيه بيدور على الحقنه دي في مصر كلها كعب دايق. الحقنه الصغيره اللي مش موجوده في اي حته دلوقتي، بتنزل كل كام شهر كده حبه وبعدين يخفوها تاني. ميثوتريكسيت وبتبوظ ليها مشاكل كبيره وبتبوظ الكبد. عملوا بقى دلوقتي حقنه ثانيه، حاجه وهم شويه، وهم فعلا بمعنى وهم، اللي هو مريض الروماتويد بياخدها بيطلع يجري زي الحصان، بس شخل كل حاجه بفلوسها. الحقنه الواحده ثمنها 13,000 جنيه الواحده خلاص، اللي هي النيو دراج اللي طالعه دي. دواء اسمه انفليكسيماب، وده موجود عندنا في ابو الريش. انفليكسيماب ايه الدواء ده؟ ده حاجه اسمها بيولوجيكال ثيرابي، اللي هو انا بهاجم الانتي بوديز اللي عند العيان، بهاجمها بايه؟ الانفليكسيماب ده تيومر نكروزز فاكتور الفا بلوكر. هو تيومر نكروزز فاكتور ده ايه؟ ده واحد من مين؟ من الليمفو بلاست اللي هو الوايت بلاد سيلز بتاع جسمنا. مش احنا عندنا الليمفو بلاست في جسمنا اللي هم البي ليمفوسايت والتي ليمفوسايت والخلايا اللي هي اسمها تيومر نكروزس فاكتور وناتشرال كيلر سيل. دول المفروض دول اسمهم ايه؟ انفلاماتوري فيز او انفلاماتوري ريسبونس. يعني جسمك لما بيحب يدمر حاجه بيدمرها بمين؟ بالقنابل دي، بالتيومر نكروزس فاكتور الفا. انت بتعمل ايه بقى فيه؟ بتعمل له بلوك.
بدواء اسمه انفليكسيماب. ده دواء بيولوجيكال ثيرابي بيتعطى انترافينوس انفيوجن. طبعا في كتير، في بي سيل بلوكر وتي سيل بلوكر، في حاجات كتير، انتي بي وانتي تي. ده العلاج الجديد اللي طالع، وده اسئله الدكتوره كلها دلوقتي على دول. ايه هما البيولوجيكال ثيرابي؟ يعني هو لو سالك في الروماتويد تعرف نيو دراجز بتعالج البتاع ده، اقول له اه في بيولوجيكال ثيرابي دواء اسمه تيومر نكروزس فاكتور الفا بلوكر يدعى انفليكسيماب، ده النيو دراجز. طبعا فيزيوثيرابي ريهابيليتيشن وسايكوثيرابي. ده اول مرض على بعضه كده اسمه روماتويد ارثرايتس. انا بقى عاوز اسالك سؤال، الدفرنشال دياجنوزز بتاعك لما يجي لك حد عنده ليمبنج او عنده جوينت بين، قششني كده شويه عناوين تحت بعض. انتوا هتقولوا انا هكذا، واحد عنده مفصل او مفصلين او خمسه بيوجعوه، ما بيعرفش يمشي، وكلمه ليمبنج يعني بيعرج، لان ساعات بتيجي يقول لك قول لي الاسباب بتاع الارثرايتس او اسباب الليمبنج، اللي هو واحد بيعرج على رجله مش عارف يمشي. اشهر سبب يوجع المفصل ايه؟ لا، الشهير خالص اللي بيجي يقول لي مفصلي بيوجع اتخبط فيه، تروما، ممكن انفكشن، ممكن بوست انفكشن. مين اشهر مرض بوست انفكشن؟ صح كده، الروماتيك فيفر. انا بيجي لي تونسيلايتس وبعدها مفاصل، يبقى انا عندي تروما، انفكشن، بوست انفكشن، في بلاد ديزيز، في كولاجين ديزيز، في انفلاماتوري باول ديزيز، في ميتابوليك ديزيز، في مالجنسي. واحدة واحدة بقى كده سعيد، هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 حلوين قوي. قول لي كده الحاجات دي ايه؟ تروما دي هتبقى مونو ولا بولي ارتكيلار؟ غالبا مونو، خبط في ركبته، في ايده، دراعه اتجزع شويه وهو معدي حاجه خبطته، تروما. اتنين انفكشن. الانفكشن دي عليكم منها موضوع صغير كده تبقوا عارفين عنه كام كلمه. انفكشن دي قد تكون بكتيريال وقد تكون فايرال. اشهر بكتيريا بتعمل ارثرايتس في العيال الصغيرين الاستاف، حاجه اسمها بايوجينيك او سيبتيك ارثرايتس، وده عليكم كام كلمه كده في لو كاتبينه عندكم. البايوجينيك او السيبتيك ارثرايتس رقم 2 التي بي، وبعدين السالمونيلا، وبعدين البروسيلا. السالمونيلا والبروسيلا والتي بي ومعاهم البايوجينيك انفكشن باي ستاف. ستاف بتدخل للعيال الصغيره اللي عندهم اقل من سنتين. رقم 2 الفيرال، انتوا خدتوا فيروسز في الانفكشنز كانت بتعمل الكلام ده. مين اشهر فيروسز كان معاه ارثرايتس؟ الروبيلا والمامس، دول مشهورين جدا ان معاهم. طبعا هما والشتاين بار فيروس. البوست انفكشن دول نوعين، نوع بيجي لكم انتوا كده زي ما انتوا في الكليه، اي حد بيجي له اي انفكشن في اي مكان ممكن بعدها بفتره مش واخد باله طبعا بيحصل حاجه اسمها رياكتيف ارثرايتس. ده فيري كومن. الرياكتيف ارثرايتس بيجي سكندري ريسبيراتوري تراكت انفكشن او يورينري تراكت انفكشن او جي اي تي انفكشن. والروماتيك دول اللي هم اسمهم بوست انفكشن، يا اما الروماتيك يا اما الرياكتيف. الرياكتيف اللي هو وجع تابع لانفكشن كانت موجوده في الجسم اوف انون كوز. طبعا اللي بيجي للعيال الصغيره ده برضه حابب اقول عليه، عشان اكيد انتوا ليكوا اخوات صغيرين او حاجه او قرايبكم اللي هو في سن من سنتين لحد 6 سنين، ده اسمه جروينج بين، اللي هو يقول لك رجلي بتوجعني كل كام يوم، يطلع لك حد كده في النص، تعالى يا دكتور ابص لنا عليه والنبي الله يخليك اسمعيه ولا اي حاجه، يقول لك رجلي برضه اسمعيه بالسماعه يلا يلا قوم، فانت تقعد تلف شويه ما تلاقيش حاجه تقوليه. وجع الجروينج بين اللي هو النمو ده بيبقى في العظم مش في المفاصل، يعني يقول لك رجلي بتوجعني ويشاور لك على فخده وعلى السمانه بتاعت رجله من ورا اللي هي العضله نفسها، العظمه نفسها، مش مين؟ مش جوينت. فده اسمه جروينج بين، وده الموست كومن بين في الاطفال، ده موجود كتير جدا. هو خليها 8 هتيجي 9 والله انا البلد اشهر بلد ديس اوردر بيعمل وجع في المفاصل مين؟ اشهر بلد ديس اوردر على الاطلاق بيعمل وجع في المفاصل السكر سيل، يعني على طول الهيموفيليا. سكر سيل ده بيعمل نكروزس في عظمه الحوض، ده فيري كومن. سكر سيل بيدمر العظم، مرض مؤذي. والهيموفيليا طبعا بتبوظ المفاصل، الهيموفيليا دي بتعمل حاجه اسمها هيم ارثروزس اللي هو النزيف المفاصل. الكولاجين ديزيز اللي هم السيستيميك لوبس طبعا اريثيماتوزس ده على راس القائمه. الروماتويد ده كولاجين مفيش مشكله فيه، روماتويد ارثرايتس، سيستيميك لوبس، حاجه اسمها درماتومايوسايتس،
حد فيكم سمع عنها قبل كده؟ درماتوميسايتس ده ايه؟ واحد بيجيله رش هنا في العين كده كتير قوي وعلى الايد وفي الحته دي بالذات وعنده مايوسايتس، يعني عنده سكين راش زائد ماسل انفلاميشن كاركترستيك جدا ويكنس وفتيج ومرض كولاجين برضه، طبعا الكولاجين ديس اوردر، وحاجه اسمها بولي ارترايتس نودوزا برضه، ده واحد من الحاجات بولي ارترايتس نودوزا اللي هو بيضرب المفاصل طبعا وبيبوظ البلاد فيسل، بيعمل فاسكولايتس ونوديولز، بيعمل بلاد فيسل بالظبط زي السمحه كده، كل ده طبعا حاجات ليك مش هتدرسها دلوقتي. الانفلاماتوري باول حد يعرف اسميهم؟ اثنين كرونز ديزيز والسيراتيف ايه؟ كولايتس. السيراتيف كولايتس ده بيجي في الكولون، كرونز ديزيز بيجي من فتحه البق لفتحه الانتستين تحت، دول موجودين عليكم في الزيادات الجديده بتاعت الجي اي تي، ما كانوش موجودين خالص قبل كده وكانوا ملغيين من سنه 5. كرونز ديزيز والسيراتيف كولايتس بيعملوا التهاب في الانتستين زائد المفاصل، فهم ليهم حاجه اسمها اكسترا انتستينال مانيفستيشن، يعني هم اصلا امراض جي اي تي بس بيضربوا حاجات بره الجي اي تي، بيضربوا البنكرياس والكلى والعينين والعظم، ما بيسيبوش حته لان دول انفلاماتوري باول في النون كوز. ميتابوليك دول اللي هم السيستيك فايبروزز. سيستيك فايبروزز مكانها الاساسي فين؟ دي علينا برضو في الريسبيريشن. مكانها الاساسي في اللنج وممكن الجي اي تي، هي بتعمل حاجه اسمها ساينوبالمونري انفكشن وجي اي تي انفكشن. ومعروفه السيستيك فايبروزز انها في الرجاله بتعمل انفيرتيليتي. هم ليهم اسوره كده بيلبسوها بره في الدول الاجنبيه مكتوب عليها سي اف اللي هو سيستيك فايبروزز، وليهم يوم بتاعهم اسمه سيستيك فايبروزز فاونديشن دي. مرضى السيستيك فايبروزز اللي هم المفروض عندهم السكريشنز اللي جسمهم مالها ثيك، هو المرض في كلمه واحده ثيك سكريشن، كل حاجه بيطلعها من جسمه فيري ثيك، يعني حتى لو هو ميل السبرم نفسه والسيمينال فلويد بيبقى فيري ثيك لدرجه انه بيسد الباص، والسكريشن في الشيست فيري ثيك وفي الانتستين فيري ثيك وبيسد الانتستين وبيقفل الاير واي وبيعمل برونكيتس في كلمه واحده ثيك سكريشن بس. حتى اسمه كده في الطب ميوكو فيسيدوزز، يعني ايه ميوكو فيسيدوزز؟ يعني كله فيسيد سكريشن بس، خلص السيستم فايبروز بالكلمه دي لو عارف ده عليك برضه، سيستم فايبروز مش رفاهيه، هو تقريبا اي حاجه هقولها هتبقى عليك بس يعني اما نيجي لوقتها عشان ايه نبقى حلوين. هم ما لقوش غيركم، فانا حاسس ان هم ايه قالوا العيال دول لقطه يلا نزنقهم في الحيط وهاتك يا ضرب. اه والله شويه ناس قعدوا كده عملوا قعده حلوه كده ونزلوا ضرب 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 لموا كل حاجه حطوها. ده مش صح خالص على فكره، انا اجينست كده بس هي الموضوع سهل جدا ان احنا نفرمه، بس تلم بقى في الاخر، ما انا عاوز طالب في الاخر برضه يجي لي. يعني هم في المنهج الجديد في النسا انتوا عارفين النسا بقت كام ورقه دلوقتي ولا مش عارفين؟ 70 ورقه سنه دي اتغيرت كلها من اولها لاخرها. هم هيغيروا السنه الجايه أو مين؟ لا الناس في رابعة على الأطفال. لا الناس مع الجراحة. بغير النظام بقت في خمسة. على فكرة هو النظام صح، النظام ده حلو. النظام ده لو طبق صح وعاوز منك إيه؟ هو أنا معلش يعني لما أجي أقول لك في الأطفال اعرف لي كذا كذا، والله ما حصل، والله نواب الأطفال نفسهم ما يعرفوا الكلام ده، اللي هم شغالين في الفيلد نفسه. هو الطالب مش لاقية يعني. انت لما بتذاكر بره في الكتب بتاع الزمالات، حد فيكم كتب زماله اي حاجه قبل كده او كتب معادله امريكيه؟ اي ماده تتخيل قد ايه؟ بتاع 40 ورقه بالعافيه. لان انت مش اخصائي، انت مش استشاري، انت مش هجيب لك وعشان اقول لك عادي، انا عاوزك طالع فاهم كام حاجه صح. حط تحت صح دي 1000 حاجه. انما احنا بتوع كله. والله بتوع كله في الفهلوه حتى في العلم. ما بيطلع الطالب خربان اللي هو بيخلص من هنا وتساله يبص لك كده والله العظيم انت بتكلمني انا بكلمك حرام ما ينفعش. انا متاكد ان هم لو قللوا الكميه وظبطوا الدنيا شويه بس ما بقاش نظام الاربعه اللي هم عاملينه ده اللي هو تحس ان انت بتجري وحد بيجري وراك والعصايه على دماغك خلص 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 برضه مش هتلحق تعمل حاجه هتبقى هايل جدا بس طبعا النظام يكمل للاخر. الاسباب دي تحفظها زي اسمك اللي هما causes of arthritis او causes of limping. هتكلم بس منهم كلمتين انا قلت هقولهم تاني برضه. تروما انفكشن بوست انفكشن بلاد ديزيز كولاجين ديزيز انفلاماتوري باول ديزيز ميتابوليك. طبعا المالجنت ديس اوردر اللي قلناهم قبل كده كام مره في الانفكشن اللوكيميا والليمفوما والنيوروبلاستوما. لوكيميا ليمفوما نيوروبلاستوما. في كلمه بس او كلمتين هقولها على الحته بتاعت اللي هي السيبتك ارثرايتس. ده عيال بيجونا كتير على فكره في ابوليشن. سيبتك ارثرايتس ده هنحط ايج. ده طفل يا جماعه سنه اقل من سنتين لسه 2 يير طفل. واولا مناعته قليله عنده لو اميونيتي يعني هو واد لقطه مناعته وحشه اميونيتي دبل ام.
ولد اقل من سنتين عنده لو اميونيتي بيجي له بكتيريا اسمها ستاف. دي المفروض انها فيجرس اورجانيزم، يعني اورجانيزم من الحاجات القويه. الستاف في موجوده في كل حته، موجوده في السكن وفي البلد وفي الجينيتاليا وفي كل مكان، انواع طبعا عيله كبيره. بتدخل الستاف او الهيموفيلس انفلونزا زي حاجه كده خليك زي كده. عليها ثلاث ملفات بي دي اف، والملفين التانيين باور بوينت دول ما تجيهم ما فيش دعوه. دول هتلاقيهم مقفولين كده في الدرينج، انما البي دي اف الثلاثه اللي جنبها يعني منهم اثنين، لان الهيماتولوجي كتير بتنفع زي بس. بص هما اثنين اللي موجودين اللي هو الورق اللي نازل كله ابديت خلاص، يعني من هنا وانت ماشي كل الورق اللي هينزل هو بتاع الكتاب اللي معاك، فما فيش حاجه فرق، هتلاقي هو هو مظبوط على الكتاب ومعمول. يعني الجروس اللي نازل والروماتولوجي والحاجات دي هو زي الكتاب بتاع الحلو الجميل اللي معاك ده، فانت خلاص ما عندكش مشكله لو حابب تكمل زي ما انت عاوز. يعني كل واحد طبعا حسب راحته النفسيه هيعرف يعمل ايه، اللي تلاقيه سهل وبيمشي معاك انطلق توكل على الله، لان في الاخر هتقدم تنازلات كبيره قوي. وصلت؟ تقدم تنازلات فوق ما انت متخيل. انت دلوقتي عامل كده وعمال تشد نفسك قوي وهزق قوي وذاكر واعمل وبتاع، اول ما الشبات اللي 7 8 9 10 طب افوت دي 12 طب الغي دي 13 طب اسيب دي 14 الكتاب يقع تحت ما تقدرش تجيبه، هو كفايه اللي فوق. خلاص احنا عاوزين الناس، انا بعاملكم على فكره بواقعيه جدا، وده اللي نجحني في الشغلانه دي. وكل ما اكون واقعي الناس تحترمك، لان الخيال ده ما بياكلش عيش، ما بقاش انا في وادي وانت في وادي تاني خالص. اللي هو عادي الموضوع بس بسيط ليه؟ انت المفروض بني ادم عاوز تاكل وتشرب وتصلي وتقعد وتستريح وتروح تزور اهلك طبيعي وتقعد مع الناس وتذاكر. في ناس بيدخلوا لكم مخاديل ازاي لازم تذاكر 24 من ساعه ما تصحى لحد ما تنام، وبعدين ذاكرت وبعدين اتعينت في الكليه وبعدين هيروحوك بعد ما تخلص في 3 سنين وبعدين برضو مرتب كام؟ ما هو لازم تبقى واقعي يا ابني، انت هتتعامل بواقعيه تامه، هتديني كام؟ لان في الاخر انت ملزم باوت كام، زي ما انت هتدفع الثمن من عمرك تاخد قصاده. طبعا ما تاخدش حاجه، خد طيب المهم السيبتك ارثرايتس، احنا عندنا اورجانيزم اسمه ستاف بيدخل ركبه العيال، هو بيجي في النين، يعني اكتر مكان بيبقى فيه النين اكتر اورجانيزم الستاف. الايدج اقل من سنتين، تحفظه نقط اسمه سيبتك ارثرايتس، بيجي في الركبه كتير جدا في سن اقل من سنتين، مناعته وحشه، اورجانيزم اسمه ستاف او هيموفيلس انفلونزا. جاي منين ده؟ جاي منين؟ جاي من البلد من الدم او جاي من العظم؟ الولد ده غالبا كان عنده اوستيومايلايتس. اوستيومايلايتس طبعا مش جوينت، دي عظمه، وبيحصل سبريد منها دايركت على المفصل نفسه، بيعمل افكشن في المفصل نفسه. فانت كده عندك ستاف في ركبه الطفل طبعا 100% هتعمل جوينت فيوجن، وهتعمل جوينت سويلنج، وهتعمل جوينت بين. بص بص with no movement، بيسموا الموضوع ده دكاتره الطفل ما بيتحركش خالص، سودو باراليسيس، بيسموه سودو باراليسيس، اللي هو الطفل كانه مشلول، بس طبعا ده مشلول بسبب المفصل. واهم كلمه عن الفيوجن والسويلنج والبين والسودو باراليسيس ده التوكسيك مانيفستيشن. توكسيك مانيفستيشن ليه؟ لان اصلا الستاف بتعمل توكسينيا، هي معروفه ان هي ستاف توكسيك شوك سندروم، يعني ده الاورجانيزم ده معروف بكده، بيعمل بهدله في الجلد وفي السيستميك سيركوليشن. توكسيك مانيفستيشن اللي هي ايه؟ قلناها في الانفكتيف اندوكاردايتس كانت ايه؟ فاهمه؟ فيفر وهيدك وماليز وانوركسيا واربعه تي، تاكيكارديا وتاكيبنيا وتوكسيك فيس وتوكسيك كلابنج. الطفل الصغير ده عنده توكسينيا عنيفه جدا، المفصل بتاعه مورم وريد وانفلينج وفي افيوجن.
ومكانه النيه وسنه سنتين فاقل والاورجانيزم استاف انت بتلمه كده وجاي دايركت من عظمه مجاوره او من بلاد عن طريق السبت اللي هو كان عنده سبتسيم ده لما يجيلك بتعمل له سونار واسبيريشن سونار على المفصل بتلاقيه مليان ميه ومليان صديد وبتشفط منه عينه تحللها جوينت اسبيريشن وطبعا مهم جدا تعمل انفلاماتوري فيز ريسبونس اللي هو السي بي سي والسي ار بي والاي اس ار طبعا هتلاقي عنده ماركت ليكوا ايه سيتوزز وهاي اس ار وهاي سي ار بي دول يقول لك ان في انفكشن ولما تسحب عينه من المفصل هتلاقي فيها صديد ده ممكن يجيله جوينت اروجن وجوينت دامج بسهوله جدا ولازم تبدا تريتمنت برود سبيكترم انتي بايوتيك تريتمنت محترم جدا عشان تكفر السيبتيك ارثرايتس ده بتشرح فين وازاي ده لما بيجي لك السؤال بتاع الديفرنشال دياجنوزس اوف ليمبنج تشايلد او ارثرايتس بتكتب العناوين دي كلها وانت فيها بتروح متكلم على اول واحد في الانفكشن ده اللي هو كنا كاتبينه هنا البكتيريا للبايوجينيك او السيبتيك كاتب الكلمتين الصغنطتين دول وتمشي في الروماتيك وتمشي في الروماتويد دول اكتر ثلاثه هتكومنت عليهم الروماتيك هتكتب الجدول الصغير خالص الفرق بين الروماتيك ومين والروماتويد ان ده سمول وده لارج ده مايجراتوري وده لا ده بيستجيب للسلسليت وده ما بيستجيبش غير للميسوتريكسيت والايه والاسب ده بيعمل ديفورميتي وده ما بيعملش الجدول اللي كان موجود في درس مين الروماتيك فيفا ده عشان جزء الروماتيك والروماتويد وكلمه تحت الهيموفيليا وكلمه تحت السيكل سيل وانتوا الخطوره عندكم مش ان انتوا تبقوا بتجاوبوا تعرفوا تجاوبوا ازاي لان الامتحان بتاع الماده دي الاسئله اللي بيجيبوها الطويله دي بيجيبوا ايه السنه اللي فاتت مثلا اقول لك ابروتش تو الاسئله جايه كده السنه اللي فاتت جاي حاجات مباشره بس جاي سؤالين ثلاثه كده ابروتش الواحد عنده بليدنج ديسوردر يعني السؤال مش ممسوك في ايدك مش ممسوك ازاي مش هروح اسمعه اللي هو هقعد افكر واحد بليدنج يطلع مثلا بيربرا يطلع بلاد فيسل يطلع هيموفيليا واقعد اقارن بينهم زي ما بنعمل مثلا ابروتش الواحد عنده هيموليتيك انيميا هي اكيوت ولا هي كرونيك هي بالور بس ولا معاها بالور جوندس الكلام ده هنقعد نتكلم فيه بس ده محتاج معلومات شويه نكون مشينا شويه فده هنقول فانت هتكتب كلمتين على كل لان كلمه ديفرنشال دايجنوز يعني ايه يعني مش هرص انا ما بقولكش انيوميريت كوزز اوف كذا انا بقول لك ديفرنشال دايجنوز يعني قولهم لي يقول لي ايه الفرق بين كل واحد والتاني يعني انا بعرف منين ان هو ده واعرف منين ان هو ده وصلت ده الموضوع الاولاني على بعضه اللي هو اسباب الارثرايتس الروماتويد والسيبتيك ارثرايتس فاضل موضوع واحد وخلص اتفضل لا انت قصدك في اسباب الليمبنج او الارثرايتس تحطي بوليو ينفع طبعا لو كلمه ليمبنج طبعا ينفع 100% بس يكون بيمشي يعني مش بوليو في الاكيوت ستيج اللي هو في الريكفري ستيج لان كلمه انا لو حطيت بوليو او حطيت حد من بتوع الشلل دول انا ما اعرفش هو بيمشي ولا لا انت تقصدي ايه فيه لان هو في اتنين ستيج فيه الاكيوت ستيج اللي هو الفلاستيك باراليسيس والريكفري ستيج اللي هو كومبليت في عيان الجليان وانكومبليت في عيان البوليو البوليو في الريزيديوال ستيج بتاعه بيمشي بس بيمشي اسيمات فده عنده ليمبنج الريكتس عنده عشان عنده ديفورميتي عنده وادلنج مانيفيستاشن فده وارد طبعا وارد بعد ما تخلصي اذر كوزز اوف ليمبنج وتروح على اللي انت عاوزاه في اي حاجه لان احنا هنا مبرمجين عاوزين الكلام اللي هم حاطينه الاول وحط اللي انت عاوزاه بعد كده مفيش مشكله هنتكلم بس على موضوع اخير كده وسهل ما فيهوش حاجه خالص اسمه لوبس اللي هو سيستميك لوبس الذئب الحمر اول مره اعرف ان اللوبس بتيجي في الولاد وشفتها كتير قوي هنا في المستشفى بتاعتنا العظيمه دي كل حاجه اللي هي بتتكتب في الكتب حاجه واما بنشوفها حاجه تانية خالص بصراحه زي الفيروس ايه كده يقول لك الفيروس ايه ما بيعملش فالمونال هيباتايتس كتير وكل الكتب تيجي هنا تلاقي كل الحالات اللي بتجيلك فالمونال هيباتايتس ايه برضه نفس القصه كده في الجزء اللي هنتكلم فيه لوبس في الولاد بيجي لك الولد عنده لوبس مانيفيستيشن وبعد كام شهر برضه ولد تاني عنده لوبس مانيفيستيشن وايه الحكايه هي اللوبس اصلا في البنات كام لكام الناس الكبار شويه 9 لـ1 بنت الولد في الاطفال ممكن تنزل المعدل شويه يبقى 4 لـ1 أو 5 لـ1 يعني كل 4 أو 5 عينين بنات بتشوف ولد بس خلاص مرض السيستميك لوبس اريثيماتوزس بالعربي هو بيسموه الذئبه الحمراء اللي هو العين وشه بيبقى احمر خالص كده بالذات عند منطقه الفيس من هنا اللي هي المالر اريا او البتر فلاي اللي هو الفراشه ده الجسم بتاعه اهو ودي الجناحين بتوعه
لما نيجي نتكلم على سيستميك لوبس احنا بنتكلم على مرض بيور مالتي سيستم، ده رقم واحد. اوتو اميون، دول اهم كلمتين. مالتي سيستم اوتو اميون انفلاماتوري ديزيز بيأفكت مين في الجسم؟ بيأفكت الكولاجين او الكونكتيف تيشو بتاع كل حاجه. لوبس ما بيسيبش اي حاجه خلقها ربنا في الجسم ما بيضربهاش. مرض السيستميك لوبس ليه كرايتيريا يا دكاتره؟ كل اللي عاوزك تعرفه ال 13 كرايتيريا بتوعهم، ان انا بختار منهم اربعه وعلاجه ايه وبس، مفيش اسئله ثانيه. هو ليه لسته كرايتيريا كده هنجمعها مع بعض، هنيجي على وش العيان ده ونحط شويه مانيفستيشن. يا ترى ايه الحاجات اللي هتحصل في وشه؟ رقم واحد بيجي له في الوش حاجه كاركترستيك جدا جدا اسمها مالر راش. مالر راش ده رقم واحد. مالر راش يعني ايه؟ مالر راش اللي هو البتر فلاي اريا او ذا فيس. ده بيبقى موجود على التشيكس، الخدود، وعلى النوز، بس بيجي لك في الام اس كيو. ايه الحته اللي مش موجود فيها؟ الحته اللي مش موجود فيها النيزو ليبيال فولد، اللي هو الفولد ده هنا وهنا. لما تيجي تضحك كده الفولد ده عمر، حتى الصور انا هتنزل لك دلوقتي او معاك في الكتابه، بتلاقي الحته دي مش متصابه خالص. ده بيسبير النيزو ليبيال فولد. مالر راش ده ايه مستو؟ ان هو نون سكارنج. نون سكارنج يعني ما بيعلمش. ليه؟ لان الراش اللي بعده على طول بيعلم، اسمه ديسكويد راش. ديسكويد راش ده بيبقى موجود كده هنا كده حتت كده مكلكعه كده، طبعا الصور بتوضح خالص اهو. ديسكويد راش وده بيبقى سكارينج. يبقى واحد نان سكارينج واحد سكارينج، عشان هو بيقول لك ايه الراش بتاع اللوبس نوع ايه. طبعا انا عندي مالر راش نان سكارينج موجود في الحته دي كلها ما عدا النيزو ليبيال، والتاني باتش راش كده ديسكويد بيعمل سكيل. افتكر كده ان هو سكيلي وسكارنج. سكيلي يعني قشره، وسكارنج يعني بيعمل سكار، بيعمل سكار في الوش، بيعلم مش بيروح. نيجي بعد المالر راش والديسكويد راش ده نحط فوتو سنسيتيف. طبعا فوتو سنسيتيفيتي اللي هو حساسيه الضوء، العيان لما بيطلع في الشمس وشه بيتدمر، بيحصل له اكزاسربيشن، زياده في الاعراض، عشان كده ما بيحبش الشمس خالص، بيستخبى منها. زياده المانيفستيشن ويز سان اكسبوجر، بيزيد اون السان اكسبوجر، وبيزيد في كل الاعراض سكن وغير سكن. بعد الفوتو سنسيتيفيتي دي بيجي له حاجه اسمها اورال السر. اورال السر بتتميز الالسرز بايه؟ لازم تبقى عارفها برضو انها بينلس مش بتوجع. هو عنده بينلس اورال ألسر موجوده في الماوث وموجوده في النيزوفارنس من اول الفتحتين دول، وانت داخل من مناخيره وبقه عنده ألسر بينلس. ودي كاركتر للألسرز بتاعت اللوبس، لان ألسر الهربس اكستريملي بينفول، هي والفوكساكي فايروس. فدي لازم تبقى فرقها من بينفول اورال ليجنز اللي عليكم. انت عليكم ثلاثه بينفول اورال ليجنز. مونيليزز دي لون ابيض زي الزبادي، والهربس ده قرح كتير بس بتوجع جدا، والدليل انها بتوجع تلاقي العيل بيرايل كتير سلايفيشن لانه مش قادر يبلع. انما اللوبس ألسر بينلس. وعنده اخر واحده في الوش الوبيشيا، اللي هي في الراس سوري. الوبيشيا، الوبيشيا يعني ايه؟ يعني هير لوس. بيجي لهم حاجه اسمها فرونتال بولدنس. فرونتال بولدنس زي الميل بالظبط، تلاقي البنت بدا شعرها يقع زي الولد بالظبط. دول الخمسه. يبقى واحدة هنا بولدنس بتاعت الشعر، وبعدين مالر وديسكويد راش، وطبعا فوتو سنسيتيفيتي لو الشمس نزلت عليه، وهحط هنا في البق شوية ألسرز. كده خمسة في الوش عشان ما تبقوش تايهين. نيجي نزود نحط نفرايتس، أرثرايتس، سي ان اس، سيروس ميمبرين، بص بقى بتعمل في الكلى. الروماتيك فيفر بتعمل في الكلى، ودي من اكتر المانيفستيشن اسمها بتعمل في الكلى لوبس نيفرايتس.
عشان برضه ما اظلمكش في بعض الاستاف عندنا بتوع كده وبدي لهم ده سؤال عادي هيقول لك كام جريد 6 جريد لان اللوبس كانت بتعدي في الكلى الاول اسيمتوماتيك بعد شويه بتعمل نفريتك مانيفيستاشن وبعدين نفروتك مانيفيستاشن وبعدين بتقعد تبهدل في الكلى لحد ما توصل لحاجه اسمها اند ستيج رينال ديزيز. كان السنه من كام سنه بس صغيره كانوا 5 ستيج بس او 5 جريد اتعدلوا في اخر كتب اخر اصدارات بقوا 6 جريد اللي هو درجات اصابه اللوبس للكلى. بتعمل طبعا جلوميريولا نفرايتس يعني بروتونوريا وهيماتوريا وكاست وبتعمل في الكلى لو سالك نفريتك سندروم او نفروتك سندروم الاثنين نفريتك او نفروتك يعني اللوبس هتاخدوها في النفرولوجي مكتوبه في درس النفريتك مره وفي درس النفروتك مره والنهايه بتاعتها ايه اند ستيج رينال ديزيز بتخلص على الكلى. اللوبس بتعمل رينال فيلير توتال لوس سي ار اف او كورونيك كيدني ديزيز وعلاجها طبعا رينال ترانسبلانتيشن. كام جريد جوه الكلى؟ هما 6 جريد. بتيجي على المفاصل وبتعمل ارثرايتس تحفظ نون ايروسيف ارثرايتس. فانا كده قلت لك ان الالسرز ما بتعملش وجع والمفاصل ما بتبص نون ايروسيف نون ايروسيف لان الروماتويد كان ايروسيف دي نون ايروسيف ما بتاكلش لنفسك ما بتعملش دامج يعني. على السي ان اس بتعمل انكيفالوباثي بيسموها لوبس سيريبرايتس لوبس سيريبرايتس. اشهر مانيفيستاشن ليها على السي ان اس على الاطلاق الهيدك. بنت جايه بتشتكي لك من هيدك وشويه وجع في المفاصل وانت بتلف حوالين نفسك وسيتي برين ومش عارف ايه ومفيش فايده هيدك وتقيس ضغط وعينين وحراره وتلف حوالين نفسك قد كده ان انت تهرش في دماغك. طب اعمل لها انتي نيوكليير انتي بودي طب اعمل لها انتي دبل ستراند دي ان اي انتي بودي دول اهم اثنين انتي بودي بتوع لوبس انتي نيوكليير وانتي دبل ستراند دي ان اي دول الموست سنسيتيف والموست سبيسيفيك انتي بودي لللوبس. لو عملتهم كنا خلصنا لان انا عندي حاجه مش مفهومه وهي مش جايه تدلع هي مش فاضي بس كل ما بنت تدخل تشتكي لاي حد يقول لك دي بتدلع خلاص يعني فراغ يعني مش الدرجات وتطلع في الاخر كارثه خلاص. فناخد بالنا من الكلام ده ما يكون عندك حاجه فيج مش مفهوم ايه سببها غالبا دي امراض اوتو اميون. حاول تدور حاجه انتي بوديز هايبر جاما جلوبولينز حطوا لك تيست الانتي دبل ستراند دي ان ايه والانتي نيوكليير انتي بودي اكتر اثنين انتي بودي كاركترستيك لللوبس. اللوبس على السي ان اس بتعمل هيدك وسايكوزس بتعمل بيرسوناليتي تشينجز وممكن تعمل سيشرز تشنجات بتعمل حاجات كتيره جدا في السي ان اس بتعمل 11 او 12 كرايتيريا بس اهمهم الهيدك والسايكوز. وبتيجي على السيروس ميمبرين ايه السيروس ميمبرين دول؟ البطاطين اللي هم مين ومين ومين؟ طريقه ده بلورا وبريكارديوم وبريتونيوم فهي بتعمل بلورزي وبريكاردايتس. على فكره ده سؤال مضمون يعني ده سؤال في الجون بيجي يقول لك ايه؟ كرايتيريا فور دايجنوزيس اوف سيستميك لوبس ايريزيماتوز بتقول له بنقي من دول اربعه اشخصها. احنا لما بنيجي نشخص اللوبس لو لقينا اربعه من كل دول شاملين دول على فكره يعني ده واحد وده واحد وده واحد وده واحد وده واحد اي حاجه من دول جمعتهم باربعه تجمع اربعه منهم تشخص اللوبس. وطبعا البلاد هيماتولوجيكال مانيفيستيشن اللوبس بتعمل ايه في البلاد؟ بتعمل بان سايتوبينيا او سايتوبينيا في البلاد. يعني ايه سايتوبينيا لو سالك؟ قول له بتقلل كل خلايا الدم بتقلل كل الخلايا. اللوبس بتكسر خلايا الدم الحمراء وبتقلل خلايا الدم البيضاء وبتقلل الصفائح ولو راحت الكلى ليها علامه مميزه. الطلبه الثقيله بس تاخد بالها عشان ده بتسال هيقول لك هسالك سؤال لو جاوبته هديك الفول مارك. احلف ان الكلى مضروبه بسبب السيستميك لوبس مش بسبب حاجه ثانيه وقوم روح. يعني لو جاي لك مريض انت شاكك ان لوبس وفي كدني مانيفستيشن وعاوز تعرف هو لوبس ولا لا احلف قول له لو اللوبس هي اللي عامله لوبس نفرايتس بيبقى معاها كاركترستيك فايندنج وهي نقص في السي 3 والسي 4. السي 3 والسي 4 دول اللي هم الكومبلمنت سيستم. كومبلمنت سيستم 3 و4 على طول تفكر في اللوبس. ليه؟ لان الباقي كله بيقلل 3 بس اللي هي مثلا النفريتك سندروم بوست ستريبتوكوكال بيقلل السي 3. سي سي اختصار كومبلمنت. كومبلمنت ده جهاز مناعي بيتكون من 9 بروتينات بترقمه من 1 ل 9 اهمهم على الاطلاق 3 و4 و5 دول اهم 3 فيه. لو 3 و4 كونسيومد مع بعض ده لوبس.
اللوبس بتعمل كونسامشن للسي 3 وسي 4. طيب لو واحده انا كده خلصتهم كلهم، البلاد، السيروس ميمبرين، السي ان اس، المفاصل، الكلى، الوش طبعا فيه الخمسه دول، والانتي نيوكليير والانتي دبل ستراند دي ان ايه، ناقص واحد بس. ايه اللي يثبت ان البلاد اتدمر؟ قول له اخر تيست ده هو. اسمه كومبس تيست. كومبس تيست ده انتي بودي عمله راجل اسمه كومب عشان يديتكت الاوتو انتي بودي ضد الار بي سيز. يعني ده التيست اللي بيقول لك في اوتو انتي بودي بيكسر في الار بي سيز ولا لا. يعني ده بتاع الاوتو اميون هيموليتيك انيميا. ده بيسالوه كتير. ايه هو التيست اللي بيشخص الاوتو اميون هيموليتيك انيميا؟ يعني انا لو عندي هيموليتيك انيميا وعاوز اعرف هي اوتو اميون ولا لا، بعمل حاجه اسمها كومبس تيست، وده منه في دايركت وفي منه ان دايركت. هنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده. يبقى دي الكرايتيريا بتاعت اللوبس. نجمعها، واحد في الوش، مالر راش، ديسكويد راش، فوتو سنسيتيفيتي، اورال السر، والوبيش. وبعدين ننزل نان ايروسيف ارثرايتس نفرايتس، وبعدين على السي ان اس انكيفالوبس، وعلى البلاد سيتوبينيا، وعلى السيروس ميمبرين بلورزي وبريكاردايتس، وثلاثه انتي بودي بوزيتيف اللي هم الانتي نيوكليير انتي دبل ستراندد اوتو اميون ديتكشن اوف هيموليتيك انيميا. تيست يدعى كومبس تيست. كده انا المفروض لو جمعت اربعه من دول بشخص حاجه اسمها لوبس. خدوا بالكم الكلام المختلف اللي بيجي في الام اس كيو، سكارينج، سكيلي، نون سكارينج، بينلس، بينفول، الكلام العبيط ده. طبعا في الاورال والله بيسالوا فيها زي المطر، وحقيقه فعلا انت المفروض ما تطلعش من سنه خمسه اكتر حاجه تركز فيها في العيال الصغيره الاوتو اميون ديس اوردر. اسمع مني، اللي بيفرق دكتور شاطر في الشغلانه اللي احنا فيها دي من دكتور عبيط عمال يزيط يقول له لوز والتهاب في الزور، وبعد ما يغير يقول لها التهاب في الحل. المره اللي فاتت يقول لها الزور، المره دي يقول لها الحل. ما فيش حاجه ثانيه غير كده، ما يعرفش حاجه في الطب غير كده. هي دي اللي الامراض اللي مزعجه للناس، ما حدش بيعرف يشخص عشان كده، لان الدكتور مش متعود ان انت تدخل له من كذا حته. انت شايف المرض جاي لك منين؟ ده مرض سي ان اس ماشي، كلى ماشي، قلب ماشي، مفاصل ماشي، ما سابش حاجه. انت متعود دايما العين يقول لك رجلي بتوجعني وبس، بطني بتوجعني وبس، لو زود حاجه ثانيه بتبدا تضرب لخم. عود نفسك على كده من دلوقتي. اما تلاقي مرض مركب يبقى انت بتتكلم في حد بيعمل ايه؟ بيلطش في الناس كلها، في واحد بيجري ورا الناس دي كلها، مين في رايك اللي بيجري ورا الناس كلها؟ الاوتو انتي بودي، لان ده مرض مين؟ اوتو اميون، احلف ان هو اوتو اميون، ما الانتي بودي هناك قبل كده اهي. ده في 90 انتي بودي تانيين، انتي سميث ولوبس انتي كواجولانت وانتي كارديولايبين وانتي رو وانتي لاو وانتي است، ده كتير جدا. وفي حاجه اسمها دراج انديوسد لوبس. في ادويه بتعمل سيستميك لوبس، حد عارف اشهر ادويه بتعمل سيستميك لوبس ايه؟ الانتي تي بي دراجز. الريفامبيسين والايزومازايد والبنسل والديبنسلامين ده بتاع الكبر كليش بيعملوا ادراج انديوس لوبس. تعرف ان في حاجه اسمها نيونيتال لوبس؟ يعني ايه نيونيتال لوبس؟ ان الطفل اللي مامته عندها سيستميك لوبس بينزل هو كمان عنده لوبس وهو مولود، وبيجي له هارت بلوك ساعه الولاده وبيأرست، لان اللوبس بتبعت انتي بودز تهاجم من الهارت بتاع الطفل، فبتعمل له هارت بلوك ساعه الولاده، والدكاتره يشتغلوا عليه سي بي ار وبتبقى يوم منيس، ودي الريفرس ما بترجعش. يعني الست اللي عندها لوبس تقلق من الولاده، اه لازم يبقى معاها دكتور اطفال شاطر جدا ان هي بتولد، لان الولد ده بيجي له برادي كارديا وارست، فلازم يتلحق وتعمل له دي سي طبعا عشان يقدر يرد، تحط له بيس ميكر وتعمل هارت بلوك. دي معلومه تبقى عارفها. يبقى انا عندي دراج انديوسد لوبس وعندي نيونيتال لوبس. الطلبه اللي عاوزه تقرا هحطهم في جنب، دول اهم عندي من اي حاجه. يبقى اكتبهم سطر كده تحت اي حاجه، اول مش مكتوبين او مكتوبين، معرفش الظروف لسه ايه. خلاص علاجها بقى نفس العلاج اللي فات بالظبط، مش هزود عليك ولا حاجه. انت اديت هناك مين؟ نان ستيرويدال، واديت ستيرويدال، واديت ميثوتريكسيت، واديت نيو دراجز. هنا هتدي نفس الكلام، هو نفس العلاج، بس بنضيف دواء اسمه هيدروكسي كلوروكوين او الكلوروكوين. ايه لو سالك قول له ده انتي ملاريا. طب انت جايبه لي في عيان زي ده، قول له ليه افكت هايل في تصليح مين؟ السكين مانيفستيشن، زي ادويه اللي هي الفياجرا دي مثلا، اللي هي السلدينافيل، هي طالعه اصلا دواء بالمونري هايبر تنشن. لما ادوها للمرضى بتوع القلب الضغط ده حصل السايد افكت بتاعها اللي هو بتزود الاريكشن، فراحوا ناقلينها الشركه، مش غيرين نشاطها بس كارير شيفت. باعوا قد اللي ممكن تبيعه في 30 40 مليون سنه في السنه واحده. عملوا اعلى ارقام، ده ذكاء ان انت تعمل كارير شيفت في اي وقت عادي جدا. ايه المشكله يا دكتور وغيرت نشاط؟ عادي. احنا كان معانا هنا راجل مهندس ضخم جدا عملاق كده جايبينه وبيقولوا عليه وحش كبير قوي. فانا قعدت معاه قبله ان يعمل لنا حاجه جوه المستشفى. وبص ضجه جامده عليه، فبقول قال لي يا ابني انا كنت زيك كده بتاع جامعه وعبيط ومش فاهم حاجه. قاعد يتكلم بقى تسمع كلام دولار.
وفي الاخر بدونا كام وبيعملوا ايه؟ وبعدين بقول له وبعدين يا باشا، قال لي سيبك من الكلام ده خالص، طلعت سافرت بره اصحابي شغالين وبيعملوا شركات مع بعض وبتاع، عجبتني الفكره عملتها. قال لك لا، يا تشتغل معانا في الجامعه وتقعد وما تعملش مش عارف ايه، هتشتغل زي نفس قصتنا كده اللي هم الناس المغضوب عليهم دول. طب انتوا بتدوني كام؟ ده الشغلانه دي هتجيب لي في مثلا في اليوم قد اللي باخده في 30 سنه. انت عارف انتوا معاشكم كام؟ احنا معاشنا كام؟ مكافئ نهايه الخدمه كام؟ مش بهزر والله العظيم، بتكلم جد، استاذ الجامعه بعد 60 سنه كام؟ 35000 جنيه. ما رضاش اقعد معاك يوم اسبوع واحد اديك يوم كورس اسبوع لو وقفت على دماغك. واللي بيتخصم ده ايه ما تعرفش. 35000 جنيه بسم الله، ما هتروح تجيبهم ما تجيبش شغل قد كده وتعبهم. انت لو عندك عيل ساعتها في مدرسه ولا حاجه ممكن يكون ياخدهم بيلعب بيهم اخر النهار كده بيتفسح بيهم على كافيه ايامها يعني اكيد طبعا. فلازم تصحوا تصحوا كده شويه تشغلوا دماغكم دي، بلاش شغل الناس اللي هي لازقه في قفا بعض اللي هو كله ماشي ورا بعض وما بيبصش راسه في وش اللي قدامه، ما بيعملش كده ولا كده. فالواحد يبقى واقعي شويه. الناس بتقول له بس بخلاصه القول ان احنا هنزود دواء اسمه هيدروكسيكلوروكوين، ولو انت عاوز تعرف برضه بيزودوا دواء اسمه اي في اي جي اللي احنا خدناه قبل كده. ده اي في اي جي اللي هو مين؟ انترافينوس ايمينوجلوبولين. ده بيدوا للناس اللي عندهم فاسكولايتس اللي هم بدا يحصل فاسكولايتس ماسيف وتضرب لك اورجنز كتير بالذات الكلى. وبتزود في الاخر خالص رينال ترانسبلانتيشن لو في اند ستيج رينال ديزيز. يبقى انت كل اللي حطيته في اللوبس ثلاث كلمات: هيدروكسيكلوروكوين، انترافينوس ايمينوجلوبولين، ورينال ترانسبلانتيشن اف اند ستيج رينال ديزيز. اللوبس على الكدني كام مرحله؟ سته. لوبس على الكدني سته، وبتعمل ايه فيها؟ نفريتك ونفروتك واند ستيج رينال ديزيز اللي هو الكورونيك كدني انجل. اللوبس على المفاصل نان ايروسيف، اللوبس على البق بينلس الفاس، اللوبس على الشعر الوبيشيا. اللوبس ليها مانيفستيشن اكتر ما تتخيل. معلومه ليكم بقى، الست الحامل اللي هي بتسقط ومش عارفه بتسقط ليه، ممكن يكون عندها لوبس ومش متشخصه، وبيحصل للعيل حاجه اسمها انتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم، ويجي الدكتور يروح ممشيه على اسبرين، فتساله تلاقي واحده طول الحمل تقول لك ده انا لازم المحمل اخد ايه؟ اسبرين طول الحمل. ده عندها انتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم. الانتي فوسفوليبيد انتي بودي ده انت بتطلع انتي بوديز اثنين بيهاجموا الفوسفوليبيدز بتاع العيان بتاع البلاد فيسل بتاع البلاسينتا، فيسدوها فالواد يقع، كل شويه يعملوا اتاك يسدوها فالعيل ينزل ترمينيشن. حاجه اسمها لوبس انتي كواجولانت وانتي كارديولايبين انتي بودي. عشان انا هنزل لك الورقه هتلاقيه مكتوب على استحياء تحت كده لما تبص فيه، ومكتوب لوبس اي ال اي سي، لوبس انتي كواجولانت وانتي كارديولايبين. الانتي فوسفوليبيد هو السقوط بتاع الحمل في مريضة اللوبس. طب ابنها هينزل عنده ايه؟ لو نزل هارت بلوك. يعني انت اتعلمت معلومه دلوقتي، لازم الكلام ده يا جماعه، مش جاي ارص لك كلمتين وتروح، طز انا عاوز اعلمك. لما يجي لك حد عنده لوبس وهيجي لك وفي العيله والقرايب والاصحاب هتلاقي، تقول لها وانت حامل خدي بالك من مين؟ من انتي فوسفوليبيد انتي بودي. لازم تاخد بالها لو في اي اتجاه لابورشن او قلق تروح تحلل. ده تحليل عبيط، بيطلبوا لها اثنين انتي بودي بيقولوا لها عندك ولا ما عندكيش. طب عندك علاج عبيط بتاخد اسبر، خلصت القصه طول الحمل وبتولد عادي. طب ساعه ما تيجي تولد ياخدوا بالهم من ايه؟ مش كلهم بيجي لهم، بس في ريسك كبير ان الواد ينزل برادي كارديا ساعه الولاده يفكروا هيبوكسيا وهو ما اتزنقش ولا حاجه. ده اللي حصل، ان انتي بودز جوه في الهارت بتعمل ايه؟ بتكسر في البركنج فايبر بتاع الكهرباء، عشان كده بينزل برادي وبيجي له هارت بلوك، وده الريفرس يعني لو حصل بتبقى كسر. خلاص ده قصه اللوبس من اولها بالروماتويد بالكلام ده. حد عنده اي مشكله في الحاجات دي؟ يبقى انت كده عارف التايبس اوف جوفينايل ايديوباثيك الثلاثه، وعارف المانيفستيشنز بتاعت اللوبس اللي هم ال 11 ال 13 كرايتيريا اللي موجودين دول. طبعا هم كانوا 11 لعبوا فيهم خلوهم 13، ما يعني كل واحد بيغير كل يوم. احاول تظبط ده شويه. اللي عنده اي حاجه اتفضل. عن طريق برضه نفس القصه بايل انستيشن، بيعمل حاجه اسمها انستيشن بايل سندروم، يعني بيخلي البايل تك لدرجه انه يتحشر. انستيشن يعني يتحشر جوه البيليار سيستم ويسد ده، وطبعا بيبوظ الانتستن برضه، هو بيسد فوق وتحت، بيعمل حاجه اسمها ميكونيام ايليس وانتستاينال اوبستراكشن، فينزل البايل على الانتستن مسدوده يبدا يتسحب زي نفس قصه الناس اللي عندهم باول اوبستراكشن. اللي قلنا حتى عنده اي مشكله في الجزء ده؟ احنا كده خلصنا.
اليوم السبت ان شاء الله هندي جروس زي ما اتفقنا. الورق هيبقى جاهز مع عبير دلوقتي اللي هو بتاع الجروس الاف ام اف وايه كمان قلت لك قولي لا لو انا هدي كارديو مش هينفع الديوز مش موجوده احنا اتفقنا هتيجي. طب ازود لكم ثانيه واحده بس قبل ما ازود لكم السبت جزء الكتر كارديو الناس اللي ما خدتش بعد المحاضره تقعدوا ساعه ايه سيبكم ربع ساعه تشربوا حاجه وبتاع وبعدين نقعد. ما انا بتكلم على كده اللي عاوز يقعد يقعد طبعا هي دي تعتبر ريفيجن بالنسبه لكم مفيش حاجه اللي عاوز يقعد يقعد مش عاوز يقعد براحته برده انا مش بكتفك بحاجه بس ايه الاخبار ماشي حطها وراها السبت يوم هادي والدنيا سهله فممكن نستفيد بيه تغديش خلاص انتوا كده عارفين انا اللي عدت كده خلاص معلش انا اسف والله انا قلت لكم اللي عاوز حاجه يقول لي انا بس انا عشان اخلع من القصه دي بس هو فرصه بصراحه انا شايفها انها فرصه ذهبيه الايه يوم السبت هشتغل كارديو بعد ما اخلص هدي الجروس ميعادنا عادي وبعد 10 هديكم كده ربع ساعه او ثلث ساعه بريك وبعدين ان شاء الله مش مشكله طمني بعتوا لي كل شويه مش عارف ايه ماشي Thank you.